فعلا، كاملة. ودي رسالة لكل راجل شايف ان زوجته ما بتعملش حاجة، هو انتوا فاكرين ان انتوا بتعملوا حاجة في البيت؟ بالزبط. هو المسح والكنس والطبيخ ده دي شغلانة، انا بطلع بالزبط. من بره، بطلع بره من الصبح لاخر النهار طالع عيني، وانتوا قاعدين في الضلة في البيت ما بتعملوش حاجة. ما اكرمهن الا كريم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فخليك كريم، وما ظلمهن او اهانهن الا لئيم، فخليك كريم واكرمهن لهذه المرأة. فنعود للموضوع، الموضوع هو متكامل، هي تعطي تعطي، قدر هذا العطاء ثم سد الموضوع الآخر. لكن المشكلة في نقطة أستاذة ندى أنا بس أوضحها، الآن نحن في عصر اختلفت الأمور واختلفت المقاييس، يعني كان الرجل يشتغل صارت المرأة تشتغل. تمام، أنت مننا أصلا طول عمرك أنه أنا اللي أجيب الدخل وأنا أشتغل برا، طب هي صارت تشتغل برا، إيش معنى هي صارت تشتغل برا وتركت جميع المهمات اللي جوا عليها؟ يعني هي تشتغل برا وانت اول ما تجي بدي ارتاح، بدي انام، بدي استعيد طاقتي، بينما هي لسه بدها تطبخ وتغسل وتمسح وتجلي وتعمل كلها، يعني مهماتها اللي بالداخل بقيت هي يعني المهام عليها بقت مضاعفه، بقت هي زيها زيه، بيطلعوا يشتغلوا برا، بيركبوا الاوتوبيسات في الحر وبترجع البيت برضه وبتمسح وهو يشمت فيها. شفتي انت اللي جبتي الهم لنفسك. لا هذا خطا، هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه انا اعبر على نقطه انه اتصل وجيب الاكل من الآن. كثير من مهمات الأم كرعاية أصبحت متوفرة خارج، يعني يتصل يجيب الأكل، يبعث الهدوم على المكوى، يغسل ويكوي، أغلب الأمور تأمين الرعاية للأطفال بإمكاننا نؤديه خارج البيت إذا توفر المال. لكن هناك الحنان، هناك الصدر الحنين، هناك الانتباه يحتاج الطفل، هذا من ناحية. كذلك من الأب، ولنأخذ قسم التربية أو قسم التعليم أو التأديب. الآن أولادنا أغلبهم بوجود الأنترنت وبوجود البرامج الفيسبوك وغيره، فبدأ يستقي هذا العلم من الأنترنت وليس من الأب. سابقا كان الأب هو المصدر الوحيد، أي سؤال بده يسأله يجي على أبوه، طبعا المدرسة بوضع وأبوه يسأله، وأي شيء يقول الأب يقدر ويحترمه لأنه الأب هو القدوة. الآن صار يجيب المعلومة من الجوجل فيسأل أبوه، أبوه يجاوب يقول له لا كلامك غلط، لأنه جوجل بيكتب كذا كذا. فأصبح هناك مصادر أخرى ولنسميهم آباء يعلمون، مهمة الأب كتعليم أصبحت موجودة بالإنترنت، فخفت مهمة الأب. فيجب على الأب أن يبذل جهد أكبر حتى يستعيد مكانته عند ابنه، لأنه مكانتي عند ابني هي القدوة والمرشد، أنه يشكي لي إذا عنده مشكلة، إذا حصل أي شيء يشكي لي، وبالتالي أنا أعالج المشكلة قبل وقوعها، قبل ما ينحرف الولد يجي يشكي لي، يحطني بالصورة أعطيه الحل، مش أخلي اللي علمه اليوتيوب ولا غيره فيتبع أحيانا أفكار سلبية وربما انحرافات. الآن أصبحت بالمجتمع أمراض شديدة جدا أصبحت تقضي على